اهلا بكم اعزائي طلبه وطالبات التعليم الفني مع حلقه جديده من حلقات ماده التصميم للصف الثاني قسم ملابس جاهزه. النهارده هنتكلم عن مجالات استخدام الحاسب الي في تخصص الملابس الجاهزه. طبعا احنا عارفين ان مع تطور التكنولوجيا الحديثه ودخول الالات والمعدات الجديده في صناعة الملابس الجاهزة، بقت أساسي إن أنا لازم أدخل التحديثيات الجديدة على تخصص الملابس، ويبقى عندنا علم ومعرفة بالآلات والمعدات اللي بستخدمها في التصميم، وإزاي أستخدم الحاسب الآلي في تصميم الملابس الجاهزة. تعالوا النهاردة نشوف كده إيه اللي هناخده في مجالات استخدام الحاسب الآلي. طبعا الباب بتاعنا بيقول لنا مجالات استخدام الحاسب الآلي. يمكن تصنيف برامج التصميم بالحاسب الآلي إلى الأصناف التالية. يعني أنا بقدر أصنف استخدام أو البرامج اللي هستخدمها في التصميم بالحاسب. هنشوف الأصناف بتاعتنا. أول حاجة برامج التصميم الخاصة بالحاسب، البرامج التجارية، البرامج التطبيقية. يبقى أنا عندي 3 برامج: برامج التصميم الخاصة بالحاسب، البرامج التجارية، البرامج التطبيقية. أول حاجة هنتكلم عن برامج التصميم الخاصة بالمصنع. برامج التصميم الخاصة بالمصنع هي برامج صممت للعمل مع أجهزة مصانع محددة. الهدف من هذه البرامج أن تعد التصميم للمنتج النهائي. طبعا احنا هنا بنعمل التصميم. احنا عارفين يعني ايه تصميم ازياء، ان انا بجيب المانيكان بصمم الموديل على المانيكان بتاعي. طب احنا كنا بنشتغل ده يدوي، يعني بنجيب التصميم ونرسم الموديل على المانيكان، وبعد كده نبدأ نرسم الباترون بتاعنا، ايه بتاع الموديل دوت، ونرسم الباترون برضو يدوي. يبقى انا بشتغل بالطريقه اليدويه، ان انا بعمل التصميم بتاعي على المانيكان، وبعد كده ببدا ارسم الباترون بتاعي. طب انا الباترون بتاعي ده لو حصل فيه اي خطا في الرسم الباترون ببدا امسح وارسم من تاني. طب لو انا عايزه اعمل مقاسات من الباترون ده ببدا اعمل اكتر من مقاس على الباترون الورقي. لكن انا مع دخول الحاسب الالي وفر عليا الجزئيه دي، بقى عندي برامج بقدر اشتغل عليها على الكمبيوتر، بقدر اعمل عليها تصميم الموديل، بقدر ارسم الباترون بتاعي. يعني انا بقدر ارسم الموديل بتاعي، وبقدر ارسم الباترون بتاعي كمان على الايه، على الكمبيوتر. طب انا دلوقتي المقاسات اللي عندي بقدر اعمل فولدرات احتفظ بالمقاس، واقدر اوسع المقاس واكبر المقاس واحط المقاسات اللي انا عايزاها كمان في التعشيق. ان انا اقدر اشوف التعشيق بعد ما كنت بعمل التعشيق ده يدوي، لا انا ممكن اعمله واعمله على الكمبيوتر واشوف شكل التعشيق واحرك الاجزاء بتاعتي، وكمان اقدر اطبعه بالحجم الكبير واقدر بعد كده ايه اقص عليه. يبقى انا بقدر اقص الباترون بتاعي وكمان التعشيق بتاعي اقدر احطه. يبقى هنا وفر معايا في الوقت وفي الجهد، وكمان في تكلفة استخدام الأدوات زي الورق والإيه والأقلام والمساطر، ده وفر معايا. نكمل مع بعض. يبقى الهدف من هذه البرامج أن تعد التصميم للمنتج النهائي. البرامج التجريبية بقى، هذه البرامج تحتوي على معظم الأدوات الرئيسية في تصميم الأزياء، والتي يمكن من خلالها للمصمم أن يقوم بعمله بيسر وسهولة، ومع عدم توفير أنظمة الحاسب المزودة ببرامج CAD باهظة الثمن. يعني بيبقى فيه برامج بتبقى غالية جدا، لا البرنامج ده وفر للمصمم الأدوات اللي يقدر يستخدمها في النظام ده. البرامج التطبيقية اللي هو برامج الرسم، برامج تطوير الصور، برامج الرموز والاشكال الفنية. دي البرامج التطبيقية بقت محتوية على برامج الرسم اللي هو خطوات الرسم، البرنامج اللي بستخدمه في الرسم. كمان بقدر استعين بالصور والرموز والاشكال الفنية. هنا بقى السؤال بيقول لي ما هي انواع برامج التصميم بالحاسب الالي؟ ما هي انواع برامج التصميم بالحاسب الالي؟ هنيجي نشوف اللي احنا قلناه في الاول خالص اهي.
برامج التصميم خاصة بالحاسب، البرامج التجارية، البرامج التطبيقية. يبقى دي البرامج تصميم خاصة بالحاسب الآلي، اللي هي برامج التصميم الخاصة بالحاسب الآلي، برامج التجارية، البرامج التطبيقية. لو قال لي مع شرح واحدة يبقى أنا هبدأ أشرح أي واحدة من دول. برامج التصميم الخاصة بالمصنع هي برامج صممت للعمل مع أجهزة مصانع محددة. الهدف من هذه البرامج أن تعد التصميم المنتج النهائي. البرامج التجريبية، هذه البرامج تحتوي على معظم الأدوات الرئيسية في التصميم، في تصميم الأزياء، والتي يمكن من خلالها المصمم أن يقوم بعمل عمله بيسر وسهولة، مع عدم توفير أنظمة الحاسب المزودة ببرامج باهظة الثمن. البرامج التطبيقية، طبعا برامج الرسم، برامج تطوير الصور، برامج الرموز والأشكال الفنية. نيجي بقى للبرامج التطبيقية، نشرح بقى البرامج التطبيقية. برامج التطبيقية لبرامج الرسم، يستطيع مصمم الأزياء أن يستغني عن الورق والمراسم والألوان والفرش. يعني أنا في البرنامج ده وفر على المصمم استخدام ايه؟ استخدام الورق والألوان والفرش والمساطر وكل الأدوات اللي كان بيستخدمها. يبقى برنامج الرسم اللي بقى عندي موجود على الكمبيوتر ده فيه كل الأدوات دي، يعني انا بقدر ارسم على الكمبيوتر وامسح وارجع ارسم من تاني لو في مقاسات طلعت غلط، يبقى وبيحتفظ باللي انا رسمته واقدر اعمل تعديل عليه. يبقى هنا برنامج الرسم موفر عليه استخدام الادوات الكتير اللي كنت بستخدمها وانا كنت باجي ارسم. يعني احنا بنيجي نرسم البطرون بجيب ورق شفاف، واجيب ورق لوح، واجيب مساطر بانواعها، واجيب اقلام رصاص، وبعد كده لو هلون برضو كل ده كان تكلفة عليا. لا، هو الكمبيوتر وفر عليا كل ده. نكمل تاني مع بعض. يبقى يستطيع مصمم الأزياء أن يستغنى عن الورق والمراسم والألوان والفرش ببرنامج الرسومات، والتي لديها القدرة الفائقة على رسم الخطوط والأشكال الهندسية وغيرها بدقة فائقة. أدوات الرسم هذه بإمكانها إضافة كتابة وألوان وأشكال مختلفة إلى التصميم. يعني أنا أقدر أضيف على التصميم بتاعي سواء ألوان، كتابة، رسومات، أشكال هندسية، كل ده أنا أقدر أضيفه من الأدوات اللي ادهاني من خلال أدوات الرسم. برامج تطوير الصور، يحتاج المصمم إلى أن يضيف أشكال وصورا إلى عمله. يعني ممكن أقدر أضيف أشكال وصور للعمل بتاعي طبعا باستخدام البرامج اللي هو برنامج الفوتوشوب. طبعا اهم البرامج في هذه المجال، يعني اهم برنامج انا بستخدمه هو برنامج الفوتوشوب. ده بيساعدني في تعديل وشكل الصور اللي موجودة عندي، بقدر اتحكم في الصورة، اغير في شكلها واغير في حجمها واغير في لونها، وممكن اركب الصور مع بعضها. برامج الرموز والأشكال الفنية، تتوفر فيه كثير من التصميمات والأشكال الجاهزة، وأهم ما يميزها أنها سهلة الاستخدام، بالإضافة أنها مجانية وتساعد المستخدم على تعلم المهارات الأساسية للتصميم، والتي تعتبر أساس تعلم البرامج الأخرى المتشابهة بسهولة. هنا السؤال بيقول لي ما هي البرامج التطبيقية مع الشرح؟ ما هي البرامج التطبيقية مع الشرح؟ يبقى احنا الإجابة اللي كانت قبل كده اهي. البرامج التطبيقية، أول حاجة برامج الرسم، يستطيع مصمم الأزياء أن يستغنى عن الورق والمراسم والألوان والفرش ببرامج الرسومات، والتي لديها القدرة الفائقة على رسم الخطوط والأشكال الهندسية وغيرها بدقة فائقة. أدوات الرسم هذه بإمكانها إضافة كتابة وألوان وأشكال مختلفة إلى التصميم. تاني حاجة برامج تطوير الصور، يحتاج المصمم إلى أن يضيف أشكالا وصورا إلى عمله باستخدام طبعا برنامج اللي هو الفوتوشوب، أهم البرامج في هذا المجال. برامج الرموز والأشكال الفنية، تتوفر فيه كثير من التصميمات والأشكال الجاهزة، وأهم ما يميزها أنها سهلة الاستخدام، بالإضافة أنها مجانية وتساعد المستخدم على تعلم المهارات الأساسية للتصميم، والتي تعتبر أساس تعلم البرامج الأخرى المتشابهة بسهولة.
هنا بقى استخدامات الحاسب الآلي في صناعة الملابس الجاهزة. استخدامات الحاسب الآلي في صناعة الملابس الجاهزة، ايه هي استخدامات الحاسب الآلي بقى؟ نظم تصميم النسيج، برامج التشكيل الثلاثي الأبعاد، برامج الأقمشة المحبوكة. نظم تصميم النسيج، برامج التشكيل الثلاثية الأبعاد، برامج الأقمشة المحبوكة. الأقمشة المطبوعة، نظام اللوحة الإلكترونية، نظام التطريز. يبقى دي استخدامات الحاسب الآلي. أنا بستخدم الحاسب الآلي في نظم تصميم النسيج، يعني ازاي اعمل تصميم للنسيج، برامج التشكيل الثلاثي الابعاد، ثلاثيه الابعاد، برامج الاقمشه المحبوكه، الاقمشه المطبوعه، نظام اللوحه الالكترونيه، نظام التطريز، نظام الرسم البياني، ونظام التدريج، ونظام تحديد العلامات. اول حاجه بقى هنتكلم على نظم تصميم النسيج. نظم تصميم النسيج يمكن استخدام برامج معينة في عمل تصميم الأنسجة المختلفة، ويستخدمها المصممين في صناعة الملابس الرجالي والنساء والأطفال، وسهلت هذه البرامج في عملية محاكاة وتصميم الأقمشة المختلفة السادة أو ذات زخارف أو منقوش. يعني هنا النظام ده إن أنا بستخدمه في عمل أشكال مختلفة للنسيج، وأقدر أدخل زخرفة على النسيج ونقوش مختلفة. وكمان ان احنا زي ما بنشوف كده بعض الأقمشة اللي بتبقى معمولة بتصميم الكمبيوتر زي السبليميشن، زي دلوقتي اللي هي الأقمشة الخيامية، كل دي بتبقى تصميمات حديثة وبتتطابق مع السوق، وبيبقى اشوف اقبال كمان اللي هو المستهلك عندي او العميل اللي انا بوجه له ايه المنتج ده. فتطور التكنولوجيا وتطور نظام استخدام الحاسب في تصميم المنتجات، اصبح ان هنا دلوقتي بقى عندي تصميمات متنوعة، عندي اقمشة متنوعة موجودة في السوق بتاعي من التصميمات المختلفة اللي استخدمتها في تصميم النسيج. فتصميمات النسيج بالالوان الجديده، بالنقشات اللي موجوده، بالرسومات اللي موجوده، بقت تعمل عمليه جذب للمستهلك او العميل ان هو يبقى بيقبل على التحديث دايما، وما بقاش في حاجه تقليديه، ببعد عن التقليدي اللي موجود في السوق. لا بقى السوق بغذيه بكل الافكار الجديده. نكمل. نظام اللوحات الإلكترونية، تعتمد هذه الأنظمة على برامج الرسوم، والتي تساعد المصمم في استخدام القلم الإلكتروني مع اللوحة الإلكترونية لرسم أشكال ورسومات حرة، ومن ثم تخزينها في الحاسب، ولا يختلف الناتج النهائي عن الرسم بالقلم والورق مع سرعة الإنجاز، بحيث يمكن التخزين في ملفات ويمكن الرجوع إليها عند الحاجة لرسم تصميمات بألوان مختلفة. طبعا هنا نظام اللوحة الإلكترونية، يعني انا بيبقى عندي الشاشة وبرسم عليها بخط الايد، برسم اقدر اتحكم في الرسمة وبحدد الرسومات اللي انا عايزاها، وكمان بعمل حفظ للرسومات دي. يعني انا بدل ما اعمل تصميمات على الكمبيوتر، لا انا برسم فري هاند على اللوحة، كأن الشاشة دي ورقة قدامي ومعايا القلم اللي هو الايه القلم الالكتروني، وبرسم على الشاشه التصميمات اللي انا عايزها، وبعمل لها بعد كده حفظ ليها. فدي بتسهل على المصمم ان هو بدل ما يستخدم الادوات ويستخدم الماوس، لا انا بستخدم القلم وبرسم وبعمل التصميمات اللي انا عايزها، وبعد كده بعمل لها حفظ، واعمل لو انا عايزه اعمل تعديل عليها برضو بيبقى فيه سهوله في الاستخدام. هنرجع تاني نقول نظام اللوحه الالكترونيه، تعتمد هذه الانظمه على برامج الرسم، والتي تساعد المصمم في استخدام القلم الإلكتروني مع اللوحة الإلكترونية لرسم أشكال ورسومات حرة، ومن ثم تخزينها في الحاسب، ولا يختلف الناتج النهائي عن الرسم بالقلم والورق مع سرعة الإنجاز، بحيث يمكن التخزين في ملفات ويمكن الرجوع إليها عند الحاجة لرسم تصميمات بألوان مختلفة. نظام التدريج، يستخدم عند الحاجة إلى تغيير في مقاس البترون حسب الحاجة، أي التصغير والتكبير. يعني أنا دايما كده لما باجي برسم البترون بتاعي
برسم البطرون على المقاس اللي انا محتاجاه. طب بعد كده بعمل تكبير للبطرون على اساس ان انا اكبر المقاس، بعمل مقاس اكبر، وبعمل تصغير للبطرون لو انا عايزه مقاس اصغر. لا بقى عندي بقى من خلال نظام التدريج ده بقيت انا اتحكم في البطرون، يعني البطرون بقى مرسوم عندي على الشاشة وحفظته جوه الملفات. دلوقتي عايزه اعمل بطرون صغير، بقدر باخد الملف ده واعمل له نسخ، واروح واخده التصميم للبطرون اللي انا رسمته ده وابدا اعمل عليه تصغير، واعمل ملف تاني واعمل عليه تكبير. فبقى في سهوله في العمل، ما بقاش زي ما انا عاملاه على الورقه كده واقعد اجيب ورق تاني واعمل تصغير واجيب ورق تاني واعمل تكبير. لا بقى يوفر عليا الجهد ده كله. لا بقى ايه، فنظام التدريج على الكمبيوتر بقى بيوفر لي موضوع التكبير وموضوع التصغير. نكمل. يبقى نظام التدريج يستخدم عند الحاجة إلى تغيير في مقاس البطرون حسب الحاجة، أي التصغير والتكبير، للوصول إلى المقاس المطلوب الملائم لجسم معين. يتم تحديد علامات حتى يسمح لنظام الحاسب بتوصيل هذه النقاط. وإذا تعرف الحاسب على المقاسات فمن السهل عمل التدريج على المقاس، مثل مقاس 30 من أجل الحصول على مقاس 32 و34 و36. يعني كمان انا ممكن اديله المقاس وهو يعمل عليه التكبير زي ما انا عايزه حسب المقاسات اللي بديها له. نظام تحديد العلامات يساعد على تحديد العلامات بالحاسب على سطح اجزاء البطرون بطريقه اقتصاديه افضل من الطريقه اليدويه التقليديه، فيضمن تقليل الاجزاء المفقوده من القماش، ويتم ارسال البطرون المسطحه الى جهاز الرسام الذي يمكن بواسطه الرسم ربط البرامج الى اجهزه القص او اوتوماتيكيه. يعني هنا انا النظام دوت، نظام تحديد العلامات ده، ان انا اللي هو نظام التعشيق، ان انا بحدد الاجزاء اللي انا عايزه اقصها ماشي، وبحط بقدر اتحكم في القطع اللي بحطها. انا بحدد عرض القماش وبحدد الطول، وابدا احرك قطع القماش بتاعتي على ايه، قطعة البطرون على القماش، كان الورق اللي انا رسمه ده هو ده القماش، وببدأ احرك قطع البطرون على القماش وبعمل شكل التعشيق على الشاشة، وبعد كده ببدأ اعمل حفظ للبرنامج ده واروح بعتاه بعد كده لمين، بعتاه لجهة القص بحيث ان هم اطبعوا ويروح نازل التعشيق على ورق كبيرة ويتحط على طبق الطبقة اللي هيتم عليها القص ويبدأ يقص. يبقى انا هنا عملت ايه، عملت هنا ان انا قللت الفاقد من الهادر من القماش، يعني مبقاش عندي هادر في القماش، اتحكمت في قطع البطرون بحيث ان انا اشوف الشكل النهائي عندي واقلل من من الهادر، مبقاش عندي هادر كتير، واستغل كل قطعة موجودة في القماش. فده بقى عندي واضح على الشاشة وبيوفر عليا في الوقت والجهد. وكمان هنا كمان ان انا عن طريق بقى جهاز الرسام ده بيبدا يحفظ البرنامج عندي، وبعمل ربط بين الاجهزه وبعضها بحيث ان انا يروح لي الجزء اللي قسم القص ويبدا يقص على البطرون ده. هنا بيقولي اذكر ثلاثة من اهم مجالات استخدام الحاسب الآلي في تخصص الملابس الجاهزة والنسيج مع شرح واحدة. يعني انا عندي اللي هم هنا السؤال بيقول اذكر ثلاثة من اهم مجالات استخدام الحاسب الآلي في تخصص ملابس الجاهزة مع شرح واحدة، يعني يشرح واحدة من اللي احنا قلناه. اذكر اربع استخدامات للحاسب الآلي في صناعة الملابس الجاهزة، ده برضو احنا قلناه. يعني السؤال هنا جالي بسختين. هنا بقى بيقول لي اعداد موديل وتنفيذه بوحدة الحاسب، اعداد موديل وتنفيذه بوحدة الحاسب. اول حاجة موديل من البداية الى النهاية، يعني انا هعمل موديل من بدايته الى نهايته، اي باستخدام قياسات للابعاد المطلوبة. تاني حاجة تعديل موديل موجود اصلا، تعديل موديل موجود اصلا، يعني انا اول حاجة هعمل موديل من البداية للنهاية بمقاساته بكل حاجة، او ان انا هبقى عندي موديل وهعمل تعديل عليه.
يوجد نوعان من نظم التصميم، اذكرهم اللي هي طبعا اللي احنا قلناها، موديل من البداية الى النهاية اي باستخدام قياسات للابعاد المطلوبة، تعديل موديل موجود اصلا. ما هي الخطوات الواجب اتباعها عند تنفيذ موديل بوحدة الحاسب نظم التصميم؟ ما هي الخطوات اللي واجب اتباعها عند تنفيذ موديل بوحدة الحاسب نظم التصميم؟ اول حاجة، يجب التأكد من صحة ابعاد اجزاء ابعد اجزاء الموديل المطلوب من الناحية النظرية. لازم اتأكد من ابعاد اجزاء الموديل المطلوب من الناحية النظرية. يتم التأكد من توافق اجزاء الموديل معا بعمل عينة معينة. يعني انا عشان اتأكد ان الابعاد بتاعة الموديل دي مظبوطة، اجزاء الموديل ما مظبوطة، لازم اعمل ايه؟ اعمل عينة عشان اتأكد ان الابعاد دي صح. توضع العينة على المانيكان لاختبار مظهريتها وشكلها العيني. طبعا اي عينة بعملها لازم اعمل لها تجربة عشان اشوف العينة دي هل هي سليمة ولا غير سليمة. يبقى عشان كده بلبسها، بقول ايه؟ توضع العينة على المانيكان لاختبار مظهريتها وشكلها العام، هل هي مطابقة للمواصفات ولا غير مطابقة للمواصفات، هل الابعاد بتاعتها صحيحة ولا غير صحيحة. بعد التأكد من توافق وتناسق الموديل المطلوب، يتم رسم الأجزاء الأولية للموديل المطلوب على ورق الكربون. يعني أنا لازم أرسم الورق، بعيد رسم البطرون تاني، بعيد رسم الأجزاء تاني، وبعملها على ورق الإيه اللي هو الكرتون المقوى. والتأكد من صحة خط النسيج ومقدار الحياكة ووضع علامات التقابل والبيانات الداخلية. مرحلة إدخال أجزاء الموديل. مرحلة إدخال أجزاء الموديل، يتم تثبيت أجزاء الموديل المطلوب على لوحة الإدخال. يعني لازم الأول حاجة بقى إيه؟ بعمل تثبيت لأجزاء الموديل المطلوب على لوحة الإدخال. وتنتقل إحداثيات النقاط الرئيسية للنموذج للنموذج طبعا بواسطة إيه؟ الأداة اللي بستخدمها. يعني أنا بنقل الإحداثيات من نموذج إيه إلى نموذج آخر. فتنتقل القطعة إلى الشاشة الرئيسية بمساعدة كارت إلكترونية بداخل لوحة الإدخال. يعني عن طريق إيه؟ عن طريق لوحة الإدخال بيتم نقل القطعة إيه؟ إلى الشاشة الرئيسية. وهي تعمل بنظرية الإحداثيات الثنائية ويكرر لباقي قطع البطرون. يعني أنا بعمل ده لغاية ما إيه؟ ما أدخل كل قطع البطرون. توضع كل قطعة نفس الموديل داخل ملف واحد. يعني أنا بحط كل موديل بعمل له ملف لوحده. يعني كل موديل بعمل له ملف ايه لوحده، بحفظ فيه قطع البطرون بتاعته أو قطع ايه الأجزاء بتاعته. جهاز عمل البطرون بالحاسب. جهاز عمل البطرون بالحاسب عبارة عن ايه؟ جهاز عمل البطرون بالحاسب عبارة عن لوحة الرسم وجهاز الترقيم، شاشة الجهاز زائد لوحة المفاتيح، جهاز العمليات المركزية، الرسام. يبقى دي الأجزاء الإيه؟ جهاز عمل البطرون بالحاسب مكون من إيه؟ لوحة الرسم وجهاز الترقيم، شاشة الجهاز زائد لوحة المفاتيح، جهاز العمليات المركزية، وبعدين الرسم. عرف كل من لوحة الرسم وجهاز الترقيم. تستخدم هذه اللوحة لرسم النموذج أو وضعه على اللوحة وبواسطة ترقيم كل نقطة من نقطة تعريف النموذج. يبقى تستخدم هذه اللوحة لرسم النموذج أو وضعه على اللوحة بواسطة ترقيم كل نقطة من نقط تعريف النموذج. محوران، حيث أن لكل قطعة هندسية هما إكس واي كما في الرسم. يعني أنا بقى عاملة الاحداثيات بتاعت الرسمه بتاعتي ببقى محددها باكس وواي. الرسم الهندسي على المحاور الاساسيه، ويتم تحويل لغه الرسم الهندسيه الى لغه الحسب. يعني انا بحول لغه الرسم بتاعتي، انا بدخلها بصوره رسم، هو طبعا بتدخل لغه الرسم الهندسيه دي الى لغه الحاسب فبتظهر لي الرسمه بتاعتي. تاني حاجه، شاشه الجهاز زائد لوحه المفاتيح. تظهر الأجزاء على شاشة الجهاز وعند استكمالها للمنتج الواحد، يتم بواسطة ايه؟ الفارة، تحريك المؤشر أو النقطة المضيئة.
لتحريك الأجزاء على عرض البطرون وترتيبها معا، وعمل عدة محاولات للحصول على أفضل كفاءة للتعشيق. يعني أنا بحط الأجزاء بتاعتي دي بعد ما عملت لها إدخال، بحطها بيتم توزيعها على إيه، على القماش اللي أنا حددته على الشاشة، وأبدأ أحرك القطع بتاعتي لغاية ما أوصل لإيه، لأفضل شكل للتعشيق. أكثر من مقاس لتظهر على الشاشة أوتوماتيكيا كفاءة التعشيق. جهاز العمليات المركزية هو العقل المفكر للكمبيوتر، وبه البرامج الخاصة بتحويل لغة الرسم الهندسي إلى لغة الحزم. الرسم بقى. لرسم البطرون فور إصدار الأمر للجهاز، وبعد استكمال عملية التعشيق بمقياس رسم لاستخدام البطرون في عملية القص. يعني أنا برسم البطرون وبعد كده بعمل إصدار للجهاز إن أنا أحتفظ بالبطرون دوت، وأروح موديه للتعشيق وأبدأ أعشقه حسب المقاس بتاعه، وبعد كده يروح لعملية القص. تعشيق البطرون وتدريج المقاسات وضبط الفاقد. يتم إدخال جدول للمقاسات يلحق بملف قطع الموديل المطلوب، وللحصول على أي مدى للمقاسات، يعني أي مقاس أنا هختاره هوصل لإيه، هحصل على الإيه، البطرون بتاعه. وفي كل مرحلة يتم مراجعة ما تم إيه تنفيذه، يعني كل مرحلة من دول لازم يتم مراجعة إيه ما تم تنفيذه للتأكد إن البيانات بتاعتي صحيحة والخطوات اللي تمت إيه صحيحة. استخدام الجهاز في تدريج المقاسات. يستخدم للحصول على جميع المقاسات من المقاس الأساسي أو الوسط، يعني يستخدم للحصول على جميع المقاسات من المقاس الأساسي أو إيه أو الوسط، حيث يتم ما يلي: استخدام المقاس الأساسي للتدريج بإدخال كل مفرد من المقاس الأساسي للجهاز. استخدام المقاس الأساسي للتدريج بإدخال كل مفرد من المقاس الأساسي للجهاز. استخدام جدول تدريج المقاسات، وهذا الجدول به نقاط الرسم الهندسي لكل نموذج موضحا عليه الإحداثيات. استخدام جدول تدريج المقاسات، وهذا الجدول به نقاط الرسم الهندسي لكل نموذج موضحا عليه الايه، الإحداثيات. لكل مقاس اي مدى تحرك اكس وواي، كل نقطة من نقاط النموذج في الإحداثيات اكس وواي. بعد إدخال هذه البيانات إلى الجهاز يظهر فورا نماذج كل مقاس من المقاس المطلوب. يعني بعد ما بخلص بتظهر لي المقاسات بتاعتي اللي تم تنفيذها لكل نموذج مطلوب لوحده، ده بعد ما ايه، ما بنتهي من ايه، من التنفيذ. نيجي بعد كده عملية التعشيق. هي عملية تعتمد أساسا على الخبرة المكتسبة من جانب القائم بالعمل بوحدة الحاسب. يعني هو ايه، التعشيق ده بيبقى طبعا اللي بيشتغل على الحاسب الآلي لازم عنده خبرة وعنده كفاءة في العمل عشان يقدر يعمل لي الايه، الخطوات بتاعة البرنامج، يقدر يعمل لي التصميمات ويقدر يطلع لي النتيجة بتاعتي في الآخر ايه، جيدة. وفكرتها هي نظرية المحاولة والخطأ. والمنتظر أن يتمكن الجيل الخامس من الحاسب من أداء التعشيق الأوتوماتيكي بكفاءة، أي يعتمد على نظرية الذكاء الصناعي، حيث يتم تخزين مجموعة كبيرة من البيانات أولا، ثم يتخذ الحاسب قرار التشخيصي. يعني هو إن أنا بدخل بيانات كتير، المفروض الحاسب هو يبدأ يعمل لي تعديل للبيانات دي ويطلع لي الشكل اللي أنا عايزه. دور الحاسب في التصميم. دور الحاسب في التصميم. ايه هو بقى دور الحاسب في التصميم؟ ما هي اهم مميزات برامج التصميم؟ ما هي اهم مميزات برامج التصميم؟ تعالوا نشوف كده بقى اهم مميزات برامج التصميم. تقليل الوقت المبذول في الرسم لدى المصمم. طبعا المصمم الازياء لما بيستخدم الحاسب الالي ده ليه؟ لتوفير الوقت والجهد. انا هعمل تصميم على الكمبيوتر، فده بيوفر معايا في الوقت وايه، والجهد، بيوفر معايا في الادوات اللي بستخدمها. بقدر كمان احتفظ بالموديل واخد الموديل ده بعد كده اعمل عليه تعديل، فده هو ده بيوفر للمصمم ايه، تقليل الوقت المبذول في الرسم لدى المصمم. تسمح للمصمم بان يجمع او يغير مكونات
مكونات التي الذي المخزون في الذاكرة من أجل عمل تصميمات جديدة. يعني هنا المصمم عندي بيقدر يغير أو يجمع مكونات جديدة من المخزون عنده، يعني هو عنده تصميمات في موجودة عنده في الملفات، فبيقدر ياخد ايه الملف ده يعمل له نسخ ويقدر يفتحه تاني وياخد التصميم ويعمل عليه تعديل، وممكن ياخد من التصميمات كلها ويعمل عليها تصميم جديد وتركيبات جديدة، وياخد من القطعة دي ويركب على القطعة دي. فده بيسهل عليه ايه ان هو يعمل تصميمات متعددة وتصميمات جديدة من الذاكرة او من الملفات اللي تم ايه تخزينها داخل البرنامج. نسخ القماش الحقيقي او صورة وتخزن في الذاكرة لعمل اضافات او الحذف اللازم حسب الرغبة. يعني دلوقتي بيبقى عندي الاقمشة اللي انا موجودة عندي اللي انا هصمم ليها المنتجات، فبقدر اخد من القماش الحقيقي دوت، يا اما باخد منه صورة او باخد العينات اللي انا اخدتها على الكمبيوتر برضو بتبقى صور، واخد من الصورة دي وابدأ اعمل ايه احطها على المنتج بتاعي اللي انا تم تنفيذه دوت تصميمه، بحيث ان انا اشوف شكل الموديل ومع القماش اللي تم اختياره، هل التصميم ده مناسب للقماش ولا غير مناسب للقماش. نسخ عينات أقمشة الأقمشة المتوفرة في المخزن في ذاكرة التغيير أو وضع زخارف كانت ترسم باليد. يعني ممكن أنا أخد القماش دوت وأحط وأضيف عليه كمان إيه زخارف أو بعض الرسومات اللي ممكن أرسمها بخط الإيد. تسمح للمصمم الحصول على مقاسات مختلفة وأشكال مختلفة ومتنوعة للجسم. يعني بقدر برضو المصمم ايه اقدر اعمل لمقاسات مختلفة واشكال مختلفة لمتنوعة، ان انا بدخل طبعا انا بدخل اللي هو جدول المقاسات، فمن خلال جدول المقاسات اقدر اتحكم في المقاس اللي انا هعمل ايه هعمل التصميم دي حسب الجسم الموجود عندي. تطبيق الالوان والاشكال على التصميم الموجودة في الشاشة وخلط الالوان بواسطه تغميق وتفتيح اللون الواحد باستخدام قدرات الحاسب. يعني كمان انا اقدر استخدم اخد تطبيق الالوان والاشكال الموجوده طبعا، وبرده اقدر اغمق وافتح واعمل تدريجات الوان ايه حسب قدرات الحاسب طبعا، ان انا بستخدم كل قدرات الحاسب في ايه في دوت في تجميل المنتج وتلوين المنتج والاشكال اللي انا عايزة اعملها. مشاركه التصميمات مع المصممين العالميين عن طريق التبادل الآراء اللي هو الإنترنت والخبرات مما يدعم العملية التعليمية. يعني أنا دلوقتي من خلال طبعا من خلال الإنترنت ومن خلال جروبات الفيس أقدر يبقى عندي خبرة وعندي تبادل معلومات وأفكار مع إيه مع المصممين العالميين، واقدر اعرف ايه ما وصل اليه إيه التصميم تصميم الازياء عالميا، واخد الخبرات ديت وتفيدني في العملية التعليمية. باستخدام ثلاث زوايا الرؤية في الشاشة الواحدة يمكن رؤية التصميم من زوايا الرؤية الثلاث، وممكن الحذف او الاضافة. يعني انا اقدر كمان اعمل التصميم ده زي ما بعمل المرآة الثلاثية كده، يبقى انا هقدر استغنى عن المرآة الثلاثية واحط الموديل قدامي بحيث ان انا اقدر اشوفه في الاوجه الثلاثة، يعني هو من الجنب من الخلف ومن الامام اللي هي الاوجه الثلاثه، واقدر اشوف الموديل هل هو مناسب من في كل الزوايا بتاعتي، واشوف اذا كان في جزء غير واضح او جزء عايز يتشال واحط جزء تاني بداله. بعمل كده ايه احلال وتبليل في الموديل عن طريق الايه ان رؤيه الموديل في الزوايا الثلاثه. نكمل. يتم ربط تصميم الاقمشه بهندسيات الانتاج متمثلة في مقاسات التكرار وطبيعة وتنظيم التصميم وتكراره في صورة مستمرة على طول القماش. يعني انا اقدر كمان اتحكم في الاقمشة الموجودة وطول وعرض القماش واتجاه النسيج دايما، اللي انا دايما بعمل بحاول اشوف اتجاهات النسيج، والاقمشة بيبقى فيها تكرار بقدر اتحكم في كل ده. عشان كده بيقول يتم ربط تصميم الاقمشه بهندسيات الانتاج متمثله في مقاسات التكرار، يعني لو انا عندي مقاسات متكرره، وطبيعه وتنظيم التصميم
وتكراره في صورة مستمرة على طول القماش. طبعا احنا عارفين القماش عندنا بيبقى ليه طول اللي هو اتجاه النسيج وعرض وايه، فلازم اراعي اتجاه النسيج وراعي التكرار لو في وحدات متكررة او في تصميمات متكررة. سهولة استرجاع المخزون اللي هو التصميمات المختلفة وتحديثها يسمح للمصانع الملابس الجاهزة لإنتاج تصميمات جديدة وتجميعها في مجلة أو كتالوج. يعني أنا أقدر كمان التصميمات الموجودة عندي في الكمبيوتر أقدر أعمل بيها مجلة وإيه أو مجلد، وتبقى دي التصميمات اللي تم تنفيذها في المصنع وأقدر أعمل منها مجلة أو كتالوج باسم المصنع. برامج التصميم بالحاسب ساعدت الطلاب على انتاج وعمل تصميمات مبتكرة بسهولة ويسر واكثر ابداع. يعني عندي برضو برامج التصميم للحاسب دي ساعدت الطالب بتعليم الفني ان هو يبقى عنده ابتكار وابداع، وطبعا بتسهل عليه موضوع ان هو يبقى فيه عنده دايما مبتكر وعنده ابداع في التصميم. خطوات استخدام الحاسب الآلي في تصميم الموديلات. خطوات استخدام الحاسب الآلي في تصميم الموديلات. ما هي الخطوات الواجب اتباعها لإعداد موديل لتنفيذه موديل لتنفيذ وحدة الحاسب؟ إعداد موديل تنفيذه لإيه وحدة الحاسب. تعالوا نشوف كده. يستخدم جهاز الحاسب في تصميم الموديلات على أساس: واحد، رسم فكرة الموديل على شاشة الحاسب حتى يمكن تعديل أجزاء المنتج مثل الياقة، الأسورة، عمل قصات بالصدر وغيرها. يعني أنا بعمل الموديل بتاعي، بحط الموديل على الشاشة بتاعة الحاسب وأبدأ أعمل تعديل في الموديل ده حسب ما أنا عايزة، سواء هعدل في الشكل بتاعه في شكل الكم، شكل الياقة، شكل الأسورة، هعمل قصة في الصدر، هعمل قصة برنسيس، هعمل فستان بوست، هعمل فستان طويل ماكسي، هعمل فستان قصير. كل ده أنا بتحكم في الموديل اللي موجود عندي، بقدر أغير فيه حسب ما إيه حسب الشكل اللي أنا شايفه. للحصول على شكل الموديل النهائي اللي يطابق خطوط الموضة. يعني انا بعمل كل ده على اساس ان انا اطلع موديل جديد ويطابق خطوط الموضة. عمل تشكيلة الالوان والتصميم لاقمشة الموديل باستخدام الحاسب. يعني انا بستخدم برضو الاقمشة اللي عندي اللي انا هقدر اللي موجودة عندي وهحتاجها في تنفيذ الموديل دوت، بقدر احط الموديل اللي عندي او القماش اللي عندي اضيفه للتصميم واشوف شكل التصميم لما اعمله في القماش ده. يعني انا بحط التصميم بتاعي على القماش نفسه، باخد قطعة من القماش وابدأ طبعا عن طريق الصور ان انا بقى ايه الون الموديل سواء بالالوان السادة او باللون القماش اللي انا المنقوش بتاعي او اي قماش انا هستخدمه وهو موجود عندي في المخزن في المخزونات بتاعه الملفات اللي موجوده عندي في الكمبيوتر، وابدا اخد اللون ده واعمل تلوين التصميم واشوف شكل التصميم مع اللون، واقدر افتح اللون واغمق اللون، ولو اللون ده مش عاجبني اختار لون تاني، لو النقشه دي مش عاجباني اختار نقشه تانية. فكل ده بقدر اشوفه على الكمبيوتر واقدر احدد اذا كان القماش اللي هيتم تنفيذه مناسب ولا غير مناسب للموديل. تمام، بدل ما اقعد اعمل عينه، يعني ده بيوفر عليا ان انا اعمل عينه على المنتج واشوف المنتج ايه بعد ما يخلص، لا هو كده وفر معايا ان انا اشوفه من الاول هل اللون مناسب ولا غير مناسب. نكمل. عمل تعديلات ببعض الموديلات للحصول على موديل جديد مثل البدل الرجال. يعني انا دايما ممكن اعمل تعديل على الموديلات الموجوده، اغير شكل الياقه، اغير شكل الجاكيت مثلا بتاع البدل الرجالي، يبقى البليزر، يبقى جاكيت، يبقى بدله عاديه، يبقى حسب الشكل اللي انا عايزه بقى إيه بغير الموديل على الكمبيوتر. بتبقى مثلا ياقه كبيره، ياقه صغيره، كل ده انا بقدر اتحكم فيه في الموديل بتاعي. يمكن الحصول على موديلات متنوعه. يعني انا اكون بقدر احصل
على موديلات متنوعة، وكل موديل طبعا بيترسم بقى ايه، بروح حاطة عاملة له حفظ واقدر اخد الموديل ده واغير منه. فبيبقى عندي مثلا، ما بيبقى عندي 5 6 موديلات مرسومين على الورق، لا ده موجود عندي على الكمبيوتر 20، من 20 30 ل 100 موديل، واقدر اغير في كل موديل حسب ايه، حسب الرغبة. ما هي مكونات جهاز الحاسب الآلي في تصميم الموديلات؟ ما هي مكونات جهاز الحاسب الآلي في تصميم الموديلات؟ جهاز نقل صورة الموديل إلى الحاسب اللي هو السكانر، جهاز نقل صورة الموديل إلى الحاسب اللي هو إيه؟ السكانر. يعني ممكن يبقى عندي موديل عندي الصورة بتاعته وأدخله على الكمبيوتر عن طريق إيه؟ السكانر. شاشة زائد لوحة مفاتيح لعمل محاولات التعديل. طبعة لطبع صور الموديل النهائي اللي هي البرينتر. بعد كده عندي شبكة الحاسب داخل مصنع الملابس الجاهزة. شبكة الحاسب داخل مصنع الملابس الجاهزة. ما هي الفوائد من تطبيق النظام المتكامل بالحاسب؟ ما هي الفوائد من تطبيق النظام المتكامل بالحاسب؟ تحسين الخدمات المقدمة للمستهلك، تحسين الجودة، استغراق فترات زمنية أقل لتزويد السوق بمنتجات جديدة، مرونة أكبر وسرعة أعلى في التفاعل مع متطلبات السوق، زيادة الإنتاج، تقليل التكلفة الإنتاجية الكلية.